مش منعلل الا لا يا علل الا لم يعلل الا ويا الا لا الا لم علل الطار ويا الطار الطار في حنجو وش كاين شي جوي ونجاوي المكوي اجراح ويدوي اجراح ويدوي اجراح ويدوي وعلى لم يعلن ونموت الموت الموت مالك الموت يموت واللي ما مات يموت ونموت حر جمرة مدات لذيذة ليام هو العالم ما بيام هو العالم ما بيام وانا إلا لا يا علال إلا لا يا علال إلا لم يعلال إلا لا يا علال إلا الوش من علال إلا لا يا علال إلا لم يعلال يوم الموت 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 يوم اللي ما مات ياك الموت عار جمرة ويانا ودات العزيزة ليا يا اول عالم ابيا ويا إلا لا إلا لا ما إعلان الطار ويا الطار الطار في حنجو وش كاين شي جوي ونجاوي المكوي إجراح ويدوي إجراح ويدوي إجراح ويدوي وعلى لا ما إعلان لا لا يا إعلان إلا الوام إعلان إلا ويا إعلان إلا الوام إعلان لا لا يا علان
حكتي قد فاروق.
We'll be right back.
the vibration of the earth is changing and we're moving into another dimension. It's pulling away from the old earth and creating a new earth where everything is going to be wonderful. Total opposite of what it is right now. Moving into another dimension. This is the greatest show on earth. It has never happened before in the history of the universe that an entire planet will shift in mass into another dimension. So all the other beings, everything, all over the universe is watching this to see